السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعة لما بدأته سابقا بالتأكيد على أهمية توحيد الجهود العربية من خلال هذا الملتقى الذي يعد الأكبر من نوعه لإيجاد منظومة عمل مشتركة تكون بمثابة حاضنة رئيسية لقطاع صناعة المعارض والمؤتمرات في الوطن العربي في ظل هذه الأزمة الاستثنائية التي تعصف بالعالم أجمع. لكن أحبتي الكرام، أنا من خلال لقاءاتي المتعددة مع منظمات دولية ومع مؤسسات راصدة لما سيدور بعد هذه الجائحة، أن حياتنا كلها ستتغير، كل الحياة ستتغير، لن تعود الحياة كسابقتها. الدراسات حسب التريب أدفايزر تحكي أنه تعافي قطاع الطيران راح يبدأ ما بين 2023 و2025، وأعمالنا نحكي عن 3 سنوات من الآن، وهذا أكيد له تأثير مباشر على قطاع المعارض بشكل عام. Today I will present briefly the result of our exhibition industry outlook, so the impact of COVID-19 that we have done at the end of month of June. فأعتقد إحنا كاتحاد عربي للمؤتمرات والمعارض مهم، وخاصة في معارضنا العربية أو مشاركاتنا في الدول الأوروبية، إنه نكون واضحين. ويعكس التحرك البحريني لإنشاء مركز المعارض الجديد مدى الأهمية التي بات يحتلها قطاع صناعة المعارض في المملكة. هذا المجلس، مجلس الوحدة الاقتصادية، الذي كان له الدور البارز والأكبر في دعم العمل الاقتصادي العربي المشترك من خلال تعزيز التعاون وتنشيط الاقتصاد العربي. المعارض تشكل ظاهرة اقتصادية إيجابية تسهم بشكل فاعل كبير بالنمو الاقتصادي لكافة اقتصاديات العالم. حيكون أول معرض رقمي إلكتروني في سوريا. هذا المعرض عملنا له، سلمناه لشركة برمجيات إلكترونية. أنا بفكر لازم الترمينولوجي شوي بالنسبة لنا كدول عربية نرجع نحسن هيدا معنى الفيرتشوال ونحط لنا معنى غير افتراضي. الافتراضي هو الشيء اللي منه موجود. أود أن أركز على شيء مهم جدا، وهو المعرض هو المحرك الأساسي لكل الاقتصادات الناشئة. في إيجابيات وفي سلبيات، إحنا لازم نأخذ الإيجابيات وننسى السلبيات ونشوف يعني عملنا بجد وفكر جديد، لأن من غير فكر جديد هنرجع للوراء. عندنا مثلا التباعد الجسدي أو التباعد الاجتماعي، وما بتباعد اجتماعي، نحن اجتماعيا متصلين، نحن التباعد الجسدي. كل المحبة والتقدير، يعطيكم الصحة والعافية. أعطيكم العافية، مشكورين. شكرا، السلام عليكم. مع السلامة.